الحلقه تصدي لندروف السويدي والكره بركن بورد الكره تلعب وساحبه اوبن ناسيونال ماين شافت هرب ويوزع فيكتور موزس في حوار ويوزع اونين دولف ديال هازارد والتغيير الثاني يخص بيدرو الغير موجود والتصويت الموج الازرق الموج الازرق هذه كرة الطاير يا حبيبي الطاير شفنا الكرة والتصويت الموج الازرق الموج الازرق هذه كرة حمراء وطويلة وفي القائم الثاني وتابع فالنسيا يوزع تمهيدي سانشيز وهذه الخطورة كان لأشليانغ هجوم لمانشستر كرة بعيدة جيري فيكتور فيكتور يراوغ ويراوغ ويعدي فيكتور مازس مازس موزس في الجولات الأربع الأخيرة على خطة تكتيكية دائمة ليان ليازارد الخطورة في هذه الكرة لكن سهلة ايدن هازارد يحاول من ويليان ويليان بالراس التصدي في مرة أولى وثانية كريس مالدا بأولد ترافورد ويليان اللي وزع تصدي أنطونيو فالنسيا فالنسيا يغني الميت قدام الأبطال مارسيال مارسيال يوزع يونغ يوزع وكرة روميلو روميلو لوكاكو والحارس تيبو كورتوا موزس فيكتور يصدد سهل الكرة عند بول بوجبا اللي وزع وإمكانية أليكس كرة جول كرة جول 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 في قلب عقل ومزرع الأحلام البلوز عنده أجمل الأقدام شوف الكرة مشاهدينا الكرام هذه هي اللقطة حقيقة سرعة خيالية للفرقة اللندنية ويليان تورموزس خطورة خطورة في هذه الكرة ولكن بالتليفون يا نجم شوف ألونسو شوف المساحات في أتعب الأوقات يمينية إسبانية لم تكن قوية ومثالية سانسن يعاني وهذا سانشيز كرة جول كرة جول جول بام 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 هو بام 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 انفجار مانشستراوي رهيب مانشستر يونايتد بهذا الايقاع العجيب اجمل الاقدام يا السادة في مزرعة الاحلام شوف اليكسيس شو هذا ماركوس او كوريا يعادي طريقة لأعلى درجات التحدي والضغط الآن على تيمو كتن يونايتد التميت لأنتوني مارسيال والتسويب من الفريق أمامنا مراقب من روديغير كرة طويلة بالقائمة الكويتة تسويب غدارة غدارة مدريك كويتة ودخية عظيم الحراس في العالم الرهيب البرازيلي يعدي التسويب بعيد في كوبا كابانا بعيد التسويب اهداف وهذه كره لانتوني مارسيال مارسيال والمطالبه بضربه جزاء ومارتين اتكنسون يقول له لا يا الاكوادوري تعدي لالكسيس سانشيز راكلينج يعود عليه كل لاعب البلوز يوزع شيء كبير يا عمري شيء كبير يا عمري ماركوس ألونسو كرة من ويليان وعلى مرتين دافيد دخية كاد أن يأتي الهدف بالنيران بالنيران السادس باكبا باكبا لينغارد وتابع الحارس سيبو كورتوا الخطر الخطر وكرة بالراس القامات الفارعة
يوزع جول جول بام 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 بالراس جابها له في أجواء هستيرية عالمية انفجار في أولد ترافورد يسارية بلجيكية